أخبار اليوم. أي ست بيجيلها إجهاض متكرر لازم تعمل اختبارات كتيرة. طبعا لازم تتأكد إن البيبي ما فيهوش، لأن ممكن جدا يكون مش طبيعي فيجهد، دي حاجة طبعا طبيعية. لكن من أسباب كتيرة جدا إن يكون الأم بتعاني من إنها عندها قابلية إنها تتجلط بسرعة، فالجلطة تيجي في المشيمة اللي بتغذي الطفل، فالطفل مش هيجيله غذاء فهيموت وتجهض. فلازم انها تعمل اختبارات تعرف السبب ايه، وفي اسباب بتبقى مكتسبة وفي اسباب بتبقى وراثية، وحسب السبب اللي هيتعرف اذا كان وراثي او مكتسب بتاخد علاج. واحنا بنطمن بس السيدات في الفترة دي ان العلاج تطور جدا والتشخيص تطور جدا، هي بس تبقى ماشية دايما مع الدكتور وحيديها أدوية تمنع الجلطة طول فترة الحمل و15 يوم بعد الولادة علشان ان شاء الله تولد بالسلامة. بما اننا اتكلمنا عن تجلط الدم وعلاقته بالوراثة او الاكتساب، في احدث الابحاث نقدر نقول مرض تجلط الدم نقدر نعتبره أكثر وراثي أم مكتسب؟ لا الأكثر، لا في كده وفي كده، لا بنقول في نسبة أعلى في الحاجات المكتسبة ونسبة أعلى للحاجات الوراثية. النسبة الأعلى للمكتسبة حاجة اسمها أنتي فوسفوليبيدز أو لوبوس أنتي كوأجلانت، أنا ما حقيقي مش عارف ترجمتها بالعربي إيه، لكن في الحاجات الوراثية أكتر حاجة منتشرة حاجة اسمها فاكتور 5 لايدن، بيبقى عيب خلقي في جين معين بيسبب إن الجلطات دي تبقى أسهل في المريض الحامل للجين ده.